لجة الأعمال الطويلة على الكمبيوتر، كثيرين من الموظفين في الأمراض المكتبية التي هي آخذة في الانتشار في أصقاع الدنيا الأربعة بدون استثناء. لعل أبرز مرض مكتبي يطال اليد بسبب قضاء ما لا يقل عن 5 ساعات في العمل على الحاسوب هو متلازمة التهاب النفق الرسغي Carpal Tunnel Syndrome CTS. الدكتور الاختصاصي في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية محمد مصطفى الماحي: لابد ان احنا نبقى عارفين التشخيص اولا، هل احنا عندنا مظاهر اجهاد لليد ولا احنا عندنا متلازمه النفق الرسغي؟ متلازمه النفق الرسغي هي عباره عن تنميل يحسه المريض في ال3 اصابع ونصف جهه الابهام في الجهه الاماميه من الاصابع، وليس له علاقه خالص باي تنميل عند قاعده الابهام. بحدوث هذه التنميل والخذلان من الممكن ان احنا نقدر نشخص متلازمه النفق الرسغي، وممكن اجراء الفحص الكلينيكي والطبي لتاكيد هذه الحاله بقياس سرعه توصيل الاعصاب. اذا كان هذا موجود عند حضرتك يبقى احنا محتاجين ان احنا نحط الشانب تحت اليد. نمره 2، لابد ان احنا نخلي بالنا من ظهرنا الرقبه، ما يكونش احنا قاعدين في كرسي ونازلين وظهرنا متني والرقبه متنيه. لتحاشي الوقوع في أوجاع تخريش العصب المتوسط في اليد، أوصت دراسة صغرى نشرت عام 2017 في مجلة Muscle and Nerve، أوصت بتوقف الموظفين في المكاتب عن العمل كل نصف ساعة لإراحة اليد ل5 دقائق قبل معاودة الكتابة والنقر على فأرة الحاسوب، مع الحرص على إبقاء معصم اليد بوضعية مستقيمة. أما الموظفين الذين بدأوا يمتعضون من أوجاع طفيفة على نطاق النفق الرسغي، فينبغي عليهم أن يستعينوا بجبيرة خاصة لتخفيف الضغط على العصب المتوسط كي يتعافى من دون اللجوء بالضرورة إلى الجراحة. الدكتور محمد مصطفى الماحي: إذا كان الفحص الكهربائي أو فحص سرعة توصيل الأعصاب أوضح أن هناك ضغط أكثر من متوسط أو شديد على العصب، ده يبقى مؤشر أن احنا يجب أن نقوم بالجراحة بصورة عاجلة حتى لا يكون هناك تأثر دائم للعصب، بحيث أنه ما يرجعش الأداء بتاعه لشبه الطبيعي بعد كده. تتطلب فقط الحالات المعقدة والمزمنة من التهابات النفق الرسغي التدخل الجراحي، بينما الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من تلك الالتهابات فينبغي السيطرة عليها بمضادات الالتهابات وبلباس جبيرة وبالعلاج الطبيعي الفيزيائي عبر جلسات التدليك وبأخذ أقساط من الراحة والنقاهة وبالقيام بالتمارين الرياضية لتعزيز مناعة العضلات ضد التعب والإرهاق.